المفروض ان الدروس الخصوصيه ده اتمنعت، يبقى في مراقبه على المدرس ذات نفسه في المدرسه، لان هو المدرس حاليا ما بيشرحش غير الفلوس بس في السناتر او كده، قلت تعالى السنتر عشان اديك الاعمال السنه بتاعتك. فطبعا لا، يعني في مدرسين متربعه على عرش القمه في في التدريس بتاع الثانويه العامه، دول متربعين معاهم فلوس كتير جدا. داخل اولى ثانوي. طب شايف ان الدروس الخصوصيه بتفيدكم اكتر من المدرسه ولا؟ هو اكيد طبعا في الوقت الحالي اللي احنا فيه طبعا الدروس الخصوصيه هتفيد اكتر من المدرسه. يعني لو منعت هتضركم بالسلب؟ اكيد. مش هتعرف تتعود على نظام تعليم تاني اونلاين مثلا او اي حاجه؟ هو اكيد، لان النظام الجديد ده احنا اتعودناش عليه من واحنا صغيرين، لان النظام الجديد ده يعني اتعمل علينا واحنا كبار، كنا المفروض نتعود عليه من واحنا صغيرين. وغير كده المفروض ان الدروس الخصوصيه ده اتمنعت، يبقى في مراقبه على المدرس ذات نفسه في المدرسه، لان هو المدرس حاليا ما بيشرحش غير الفلوس بس في السناتر او كده. يعني انت شايف ان تقصير المدرسه هو اللي بيوجهكم ان انتوا تاخدوا دروس؟ طبعا ذمه المدرس هي اللي بتوجهه. يعني انا دلوقتي مدرس ما عنديش ذمه، انا بالظبط عايز الفلوس، هروح سنتر ايه اللي يوديني مدرسه؟ انا المدرسه كده كده باخد مرتبي منها، ايه اللي يخليني اشرح عدل؟ وغير كده ان في اعمال سنه بيكون المدرس متحكم فيها، هو السنتر بس يقول لي تعالى السنتر عشان اديك الاعمال السنه بتاعتك. فطبعا لا، يعني المدرس هو معتمد على الدروس الخصوصيه عشان الفلوس. ده من رايك المنظومه التعليميه فيها غلط، ده اللي بيوجهكم الدروس الخصوصيه؟ طبعا. يعني لو هنعالج نعالج منها؟ طبعا. يعني هو كل حاجه ان هي احنا المدرس دلوقتي واصل للفلوس. غير كده يعني في مدرسين متربعه على عرش القمه في في التدريس بتاع الثانويه العامه، دول متربعين معاهم فلوس كتير جدا وبرضه بيدرسوا في مدارس. طب انت شايف ان جائحه كورونا دي ادت للدوله فرصه او ساعدتها ان هي تقضي على الدروس الخصوصيه؟ طبعا. طبعا، لان هي خدوها من اول تقريبا يوم 15/3، ادت الدوله فرصه ان هم يقفلوا سناتر كده كده، لان كان في مشكله الكورونا اللي ظهرت عندنا ومره واحده عملت انتشار فظيع. فطبعا كان كده كده هتتقفل، فهم يعني الفرصه جات لهم ان هم يقفلوها، بعد كده قفلوها ودخلوا بقى اسمه ايه ده، قالوا بقى خلاص ما تتفتحش تاني.